تعلم سارة على التلقيح. النظام المصري اخذ اجراء هو نظام الحوافز واللي يحفز في المواطنين باش يمشيوا يلقحوا عبر اسنادهم لشهاده التلقيح، والشهاده تطلب ضمن ملف للتشغيل والغيره. معناها شنو رايك ربما في هذا الاجراء؟ والله هو كان احسن يكون ثم نعملوا على الجانب الفردي الذاتي التوعوي لناس نوعوهم ونفسروا لهم كما كانت تحكي الدكتوره بلغه مبسطه. يعني صحيح اللي قالته الدكتوره، يعني فيه برشا جوانب يعني علميه مبسط باش الناس تفهمه مليح ويوصل بدرجه بسيطه الناس كل تنجم تستوعب وتفهم العمليه هذه. لهذا ما صارش، يعني ثم تراخي كبير زي ما نحملوا مسؤوليه باش تحفز الناس. ما تنساش لو عندك مؤشرات وعندك خصائص نفسيه واجتماعيه واقتصاديه للمجتمع التونسي. ما تنساش، انا نعاود ناكد على التذبذب، ولما تحكي على الكمامه راي ثم شكون قادر يشتريها وثم شكون لابسها عندها 5 شهور ولا 4 شهور. يعني لازمك تفهم مليح انت، سامحني، وقت تاخذ انت اجراءات وتقول باش نسكر القهوه من 4 نتاع العشيه وباش نسكر نعمل الحجر 8 نتاع الليل، سوسيولوجيكمون بارلون برا شوف توانسه شنو التهكم اللي يعملوا فيه. انت تسكر على القهوه وتخلي الباطا تسهر للصباح. اذا بمعنى انه ثم كي تقول لي باش ناخذ تحفيزات، لانه ثم هذا مرتبط بالفقر. نقولوها مصر راح يعني نحبوها ياسر السلامة، ثم مؤشرات كبيرة برشا، ثم في الأرياف لازم كي تتنقل وتشوف، ثم في الأسواق، ثم ناس باش تتروح السيد علي الحطاب لهنا باش يتنقل ياخذ كار واحدة، إذا كان ما فاتته الكار ما عادش ينجم يروح، إذا كان ما يخدمش ما ينجمش يعيش، إذا كان الدولة بصدق هو فاجأ الجميع هذا الوباء، ولكن نورمالمون المفاجأة تبدا تطيح بشوي 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 ويجي العقل ويجي الرصانه ويجي استراتيجيه الدوله ويجي العمل باش تحفزهم بمساعدات، باش تحفزهم بالارساليات برا، باش تحفزهم هنا ثم شكون يقول ابعد من ذلك. كل الاشخاص اللي يجيه ميساج نتاع تلقيح وما يلقحش يعتبر حامل لاداه كان سلاح، كان هو قاعد يهدد سلامه الاخرين، تعتبر جريمه اصلا. اذا بمعنى ثم برشا طروحات تتكلم. أنا من أنصار أنك توعي، من أنصار أنك أنت تحفز الناس. إشكالية أخرى ثانية لازم نتكلموا بالمنطق، هل عندنا العدد الكافي للتلقيح؟ شنو هو التلقيح اللي عندنا؟ ثم واحد قال واحد في الدار يزرق الصيني والآخر يزرق نجربه، يعني هنا ثم نوع من الفكاهة. حتى الدولة مش عارفة روحها، احنا في تجربة كوفاكس ما نش عارفين، خلطنا خلوط، خذينا الكار في الأخ، خلطنا في الأخ. المهم خلطنا. نكونوا ايجابيين، خاطر يقولوا ديما يقول اراء احيانا سلبيه، هذا الواقع نعم. التونسي. اذا بمعنى انك انت تحب تحفزهم يلزمك تلقى الصحه التلقيح اللي هو يكون متوفر. حاجه اخرى شفنا حتى في التلقيح، سامحوني، هذا لا يشرف تونس اطلاقا ولا يشرف الكفاءات الطبيه التونسي. انا نقولها بكل هنا رساله، هؤلاء الكوادر والاطار الطبي شبه الطبي اللي ضحى منها مشكون مات منهم، وديما قلنا نحن في معركه القاده نتاعها هم الاطار الطبي وشبه الطبي. اما سامحني مش بهذا الشكل، تحكي على سوء تنظيم. لا، سوء تنظيم بشكل واضح وصريح. سوء تنظيم بشكل واضح وصريح. يعني حاجه اخرى ما اعتمدناش شكون ما هم الناس اللي نجم ياثروا في الراي العام. ما عملناش صح، يزرق السيد رئيس مجلس النواب، يزرق السيد، يلقح السيد رئيس الجمهوريه، السيد رئيس الحكومه، لا البعض يقول يلقحوا النواب، البعض يقول ثم شكون مش يلقح البرة. اذا اشكاليات خطيره وخطيره جدا. اذا المساله في رايي الخاص ما عندناش رسائل، ثم فنانين، ثم رياضيين، ثم طب، ما يسالش ان احنا كي نعملوا. شفنا بعد كني بعض الاطارات الطبيه يعني قامت بعمليه التلقيح ويعني ظهرت الاعلام، هذا من بينه باش يطمن الناس. يعني اذا كان انت تخرج معلومات، وحتى الفيسبوك اصبح نوعا ما غير قادر لانه الناس تتحكم فيه. هذاك علاش يخرج حملات نتاع تشويه لهذا الدواء وهذا الدواء الاخر، وتطرح برشا اشكاليات. في رايي الخاص التحفيز يخلق ثقافه تاع الطمع، ثقافه تاع التواكل. نحن في وباء، ماناش مساعده نتاع منحه نتاع بطاله او منحه نتاع واحد. حاجه اخرى، الناس اللي قاعدين الفوق لازم يخضروا لوطه، لان هم قعدوا يتولوا في عركات الفوق ونساوا انه ثم شعب هنا قد يهدد كما قالت الدكتوره لا قدر الله ب 100,000 وفاه.